مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وهذه المرة بخصوص الحصيلة التي ازدادت ب 135 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19. فقد أعلنت وزارة عن تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و85 حالة شفاء من المرض المرتبط به المملكة خلال 24 ساعة الأخيرة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها M24 وإذاعتها غيم راديو أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8437 حالة. الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي ومجموع الحالات الشفاء إلى 7493 حالة بنسبة تعافي بلغت 88.8%. وأضاف نفس الشخص أنه تم تسجيل خلال الساعات 24 ساعة حالتي وفاة بسبب فيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 210 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، فيما ظل معدل الإماتة مستقرا في 2.5%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وكعادتنا وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء لكل المرضى، كما نطلب من الله العلي القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدنا الحبيب، ونترحم بالمناسبة على كل من وافته المنية جراء هذا الوباء الخبيث، ونطلب من جميع المواطنين الالتزام بقواعد السلامة والوقاية وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة. وكيف لاحظتوا راه الفيروس ازداد أكثر فأكثر مؤخرا، لذا علينا